جميل. ما رضيش تلبس الفستان لوحده ولبسه تقيل شويه. اوكي روحي انت. ايه يا فريده حبيبتي؟ ما لبستيش ليه اللبس اللي جهزته لك بيلا؟ وايه الجاكيت ده؟ انت مش عارفه ان الحفله دي معموله مخصوص علشانك وان في راجل مهم جاي عاوز يتعرف عليكي؟ هو مين ده؟ ده يا ستي اللي معاه الفيزا كارت بتاع النجوميه والشهره وتحقيق الاحلام. ما ينفعش يشوفك كده يا فريده. اما يجي عاوزك تقعدي جنبه وانت مبسوطه كده وفارده وشك، عاوزك تحسسيه انك اسعد انسانه في الدنيا لمجرد انك قاعده معاه. لا انا مش هقعد مع حد ما اعرفوش. هتعرفيه يا فريده، وبلاش ما اوحى ارجوك، دي علاقات عامه يا حبيبتي ولازم تتعمل صح. لا لا طبعا انا مش هعمل كده. اوكي يبقى نروح المكتب بقى نتكلم شويه. يا فريده يا فريده يا حبيبتي، انت ليه مش قادره تفهمي انه ما ينفعش ترفضي لي اي امر؟ مش عاوز افكرك ان في بينا عقد، وبالعقد ده انا ممكن البسك في حيط انت واهلك. ايوه بس انا مفيش بس، انت هنا تقولي حاضر وطيب. تعالي هوريكي حاجه كده اتفرجي عليها كويس قبل ما تعملي اي تصرف ترجعي تندمي عليه. اتفرجي. دي انا. انت بتصورني وانا بغير هدومي؟ امال، وتخيلي بقى لما تنتشر الحاجات دي على السوشيال ميديا ويشوفها ابوكي وامك واصحابك واخواتك، وريني ساعتها هترفعي عينيكي في وشهم ازاي. اسمعيني كويس، انا هسيبك 10 دقايق تفكري وهستناكي بره تيجي تعملي اللي قلتلك عليه علشان تكفي نفسك واهلك شر الفضيحه. ازيك يا حبيبتي؟ خير؟ فريدة؟ مالها فريدة؟ فريدة؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.